إطلاق نار قرب مبنى الكونغرس في واشنطن. الجديد يقبض على عمر الأطرش. أنا عمر أحمد الأطرش من عرسال. نحن المتهمين بقضايا تفجيرات وقضايا قتل العسكريين وقتل البيت جعفر. ديليفري إلى سجن رومي ساندويش كابير أي إلى أن تتحول متفجرة. طبيب الوفد اللبناني إلى إندونيسيا للجديد. كل شخص عنده مفقود أنه يتوجه لمكتب الحوادث بطرابلس. الأمم المتحدة تقدم مشجع نحو تفكيك الكيميائي السوري. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد. لبنان في المحيط الهادئ متأخرا يسرع إجراءات عودة الناجين والجثث بموعد قد يكون الاثنين المقبل. ولبنان سياسيا أيضا في المحيط الهادئ، لا بل في المتجمدين الشمالي والجنوبي معا، لا أخبار عن حكومته سوى تطاير بعض الأرقام عن صيغة 996، فيما يبحث رسميوه عن أرقام تحكي وعن معونات مالية تساعده على رفع عبء النازحين، لا سيما بعد تلامس خيبة الأمل التي واجهت وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور وحديثه عن تذرع المجتمع الدولي بأسباب سياسية تتعلق بحزب الله لعدم المساعدات. والوزير الاشتراكي عمل بأصله وقدم شهادة إلى الغرب رفض فيها اتهام حزب الله بعرقلة أي من المشاريع المتعلقة بالنازحين أو بنازحي لبنان، الذي ينشد المساعدة الدولية لا ينتشل نفسه من مأزق عقد جلسة واحدة وزارية للنفط أو نيابية لتسيير أمور الناس. والسجال شهد جولة جديدة من المواقف أبرزها للوزير علي حسن خليل، الذي قال إن الرئيس نبيه بري حاسم في تأييد عقد جلسة حكومية لإصدار مراسيم استخراج النفط، وعلى الأرجح فإن الخلاف لن يحده بحر يكتنز بالنفط والغاز، وهو كان ينتظر الحج السياسي الإيراني السعودي الذي ألغته طهران. ويبدو أن موسم الحج السعودي الإيراني يتطلب عمرة سياسية أمريكية روسية يؤديها بوتين وأوباما في 7 من تشرين على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في بالي. وإذا كان بال زعيمي العالم على سوريا، فإن لبنان سينال من التسويات نصيبا. سوريا، تقدم في عمل لجنة المفتشين الدوليين الذين أعلنوا خطوات مشجعة على صعيد تفكيك الكيميائي، يسير ذلك جنبا إلى جنب مع تفكك الجماعات المسلحة وقتالها فيما بينها، وهي التجأت إلى محكمة حلب الشرعية لفض النزاعات. قبل الدخول في النشرة، معنا عبر الهاتف من نيويورك مراسلتنا سمر نادر لمعرفة تفاصيل لقاء الرئيس نجيب ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. صباح الخير سمر. صباح النور كلارا. نعم تفضلي سمر، ماذا في تفاصيل لقاء الرئيس ميقاتي مع بان كي مون؟ نعم جدد الأمين العام بان كي مون ليل البارحة تأكيده الالتزام بسيادة لبنان ووحدة أراضيه وبدعمه في كل المجالات سياسيا واقتصاديا، وهذا كان في عندما زاره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووعد أنه سيتابع ما توصل إليه من نتائج في خلال اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد الأسبوع الفائت. ونوه بان كي مون بسياسة النائب النفس التي اعتمدها لبنان في مقاربة الأزمة السورية، معتبرا أنها الخيار الأفضل لإبعاد لبنان عن تداعيات هذه الأزمة. وقد استقبل كما قلت الأمين العام، استقبل الرئيس ميقاتي منتصف ليل أمس في مقر الأمانة العامة في نيويورك في حضور مندوب لبنان الدائم السفير نواف
السلام. في اللقاء نقل الرئيس نقاط للأمين العام بن كيمون تحيات الرئيس ميشيل سليمان وتقديره لدوره، كما شكر الأمين العام على الجهود الكبيرة من أجل عقد اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان. كذلك عبر الرئيس ميقاتي عن دعم لبنان للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني في سوريا، متمنيا الإسراع في وضعه موضع التنفيذ لتقاسم الأعباء الإنسانية الناجمة عن أزمة النازحين السوريين. ولفت إلى التقرير الذي عرضه البنك الدولي أخيرا والذي فند النتائج والتداعيات الخطيرة لأزمة النازحين السوريين على مجمل الوضع الاقتصادي في لبنان. أخيرا عبر الرئيس ميقاتي عن تقدير لبنان للجهود التي تبذلها القوات الدولية في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان بالتعاون مع الجيش اللبناني. نعم كلارا. نعم شكرا لك سمر. الزميلة سمر نادر مراسلتنا إلى نيويورك. الجديد تدخل المنطقة الأخطر وتأتي بشهادة لعمر الأطرش، عرسالي يرأس مجموعة مسلحة تصنفها الأجهزة الأمنية بالأكثر تشددا وخطرا، متهم بالضلوع في التخطيط لتفجيري الضاحية. توصلت التحقيقات الأمنية إلى إثبات تورطه في ارتكاب مجزرتين استهدفت أحداها الجيش اللبناني في جرود عرسال، إضافة إلى جرائم أخرى. تمكننا من الوصول إلى الأطرش في معقله، فبماذا يرد على مجموعة الاتهامات الموجهة إليه؟ تقرير للزميل رضوان مرتضى. لم تتكشف ملابسات تفجيري الضاحي بعد، لكن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أعلن أن أسماء المخططين والمنفذين باتت في حوزته. أصبح محدد لدينا بوضوح الجهة التي تقف خلف التفجير في بويس، بعضهم لبنانيون بعضهم سوريون، طبعا هي جهة تكفيرية تعمل في إطار المعارضة السورية وتنطلق من الأراضي السورية التي تتواجد فيها. وعلى وقع المعلومات المتداولة لمع اسم واحد، شاب عرسالي يدعى عمر الأطرش. وزير الدفاع فايز غصن ذكر اسمه في بيانه الشهير بوصفه الرأس المدبر لمجموعة مؤلفة من 7 أشخاص تورطت في إعداد ووضع متفجرة بئر العبد الأولى وفي الصواريخ التي أطلقت باتجاه الضاحية الجنوبية ووزارة الدفاع، ليليها بعد أسابيع تقارير أمنية أنه المخطط لتفجيري الضاحية والمشرف على تفخيخ سيارة الرويس في أحد مرائب عرسال. وورد اسمه أيضا في التحقيقات التي أجرتها استخبارات الجيش بوصفه متهما رئيسا في الكمين الذي استهدف دورية للجيش في عرسال وأسفر عن مقتل عدد من العسكريين. وقد أثبتت التحقيقات تورطه في مجزرة وادي رافق التي راح ضحيتها 4 مواطنين لبنانيين جرى التنكيل بجثثهم. طيب بعده طيب هذا هي بعده طيب بس اللي كل هذه التهم وجهت إلى الأطرش الذي يعيش أيامه طافرا بين لبنان وسوريا على رأس مجموعة مسلحة تنفذ عمليات عسكرية بوصفها جهادا ضد النظام السوري. تمكنت الجديد من الوصول إليه في مكان ما بين جرود عرسال اللبنانية وسلسلة جبال القلمون السورية، هناك يقيم المتهم الأبرز إلى جانب مئات المسلحين المعارضين للنظام السوري وهو يتمتع بسلطة قيادية بين أتباعه الذين ينتشرون في المساحات المتداخلة حدوديا بين لبنان وسوريا. ومن تلك البقعة حيث يقيم هؤلاء دولتهم ويتنقلون بسيارات رباعية الدفع تدمى بشعار كتيبة شهداء باب عمرو وترفع علم الجيش السوري الحر وسط حواجز عدة تابعة لجبهة النصرة، تحدث الأطرش فحذر وأوضح ونفى واعترف. أنا عمر أحمد الأطرش من عرسال. نحن المتهمين بقضايا تفجيرات وقضايا قتل العسكريين وقتل بيت جعفر وقضايا عدة بلبنان، بس بدي أوضح للرأي العام اللي صاير. بالنسبة إلي أنا سكين مشاريع القاع، سكين جوسي، أنا أهلي وربعي وكلهم سكين جوسي.
كل القصة اللي صارت انه انا كنت بجوسة وكان معنا الشهيد الله يرحمه خالد حمال اللي قام باغتيال وحزب الله مخابرات الجيش بعرسان. كل القصة انه نحن السبعة المذكورة اسمائنا بقضايا تفجيرات نحن كنا بجوسة، نحن ارضنا هونيك كنا ندافع هونيك، وابو الفضل العباس القيادي بحزب الله قتل بعهد الحواجز، كان نازل يعمل خطة عسكرية لأحد الحواجز بمنطقة الزرعة منطقة جوزة، وقام بعملية اغتياله الشهيد خالد حماد، وصارت تصفية الحسابات على الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها أنا اللي عم شوفه هلأ بالنسبة إلي ولجماعتي، نحن السبعة المذكورين بقضايا تفجيرات نحن كنا بسوريا، نحن ما لنا علاقة بالتفجيرات لا من قريب ولا من بعيد. ومن المعروف أن خالد حماد الذي قتله الجيش اللبناني في شباط الماضي خلال خروجه من أحد المساجد في عرسال متهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وبالتورط في الهجوم على حاجز للجيش ومركز لقوى الأمن في عرسال، إضافة إلى إثبات التحقيقات ضلوعه في عملية اختطاف الأسطونيين السبعة. وقد أسفر مقتله يوم ذاك عن وقوع المجموعة التابعة للجيش اللبناني في كمين أثناء محاولتهم الخروج من الجرود البقاعية فسقط أفرادها بين قتيل وجريح. بالنسبة إلينا قالوا إنه عم يدافعوا عن أرضهم بالقصر وبالمناطق الحدودية للقصير، وأنا نحن عنا بستين وعنا أرض، وهذا كنت دافع عن أرضي وعن شرفي وعن وحتى إذا كنت دافع عن 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 أهل ديني وأهل طائفتي وعم دافع عن أهلي السوريين ما عندي مشكلة فيه، بس أنا داخل لبنان بعد ما قمت بأي عمل نهائي لا أنا ولا جماعتي ولا السبعة المذكورين. وعملوا قصة العسكريين اللي تقتلوا بويد حماد معروفة، وكل أهل عرسيل وكل إجا رئيس الجمهورية بالذات عرسيل وعرف القصة كيف. من كم يوم من شيء 10 أيام كان في اتفاق بين مخابرات الجيش وبين مخابرات الجيش وبين حزب الله بعرسيل إنهم يقتلوا ضابط عسكري مسيحي، ضابط مسيحي برتبة رائد داخل عرسيل ويتهمونا فيه، خلي أهل عرسيل يسلمونه. أنا بالنسبة إلي ما بسلم حالي للدولة اللبنانية هاي بالوضع هاد، ما بسلم حالي لأنه أنا بدهم يصفوني، أنا عم دافع عن أرضي، حزب الله عم يقول عم دافع عن أرضه بالمناطق القصير بالمناطق الحدودية للهرمل، ليش ما حكوا ليش ما طلع السيد حسن قال إنه هجر 700 عائلة لبنانية من عرسيل وغير عرسيل من منطقة جوسي، ولحدين الآن ليش السيد حسن ومخابرات الجيش والدولة اللبنانية ما تروح أرزاق 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 أرزاقنا بمنطقة جوسة، سجرنا نقص بيوتنا تهدمت، أرزاقنا عم تنباع بالبلاش بمنطقة القصر سودة بالهرمل عاملينها أرزاقنا، نحن دافع عن كل مسلم ومسيح عن كل لبناني بهالبلد هاي، بس احنا قصتنا بسورية وخليها كانت بسورية بس هن نقلوها على لبنان. نحن لنا قاعدة ولنا تكفيرين، نحن مسلمين وكل وبالذات مسلم سني، وكل مسلم سني اليوم معرض انه يصير تكفيري عشان دافع عرضه وعشرفه وعادينه، ولا حدا يقرب علي نهائيا، انا عامل مجموعه عرفت كيف داخل الاراضي السوريه، داخل الاراضي السوريه مجموعه بتتالف من شباب من عرسيل ومن غير عرسيل من المطلوبين اللي الدوله اللبنانيه هي اللي جبرتهم انه يهربوا على الجرود ويصيروا طفار ويصيروا يحملوا سلاح بس عشان يدافعوا عن حالهم، ان كان من الدوله وان كان من الحزب وان كان من دناب المخابرات، من دناب حزب الله بعرسيل من المخبرين بعرسيل، لا حدا يقرب عليه لانه بده يصير بدها تصير حرب عن حقه وحقيقه، وحرب مش اي حرب، مش مثل اللي صار واللي عملوه باحمد الاسير بعرسيل شيء ثاني. انا قائد مجموعه بالاراضي السوريه وبعترف فيها هلا بالوقت هذا كيف، وما لي شغل بالاراضي اللبنانيه. الوصول الى المطلوب الاخطر بحسب توصيف السلطات اللبنانيه ليس مستحيلا، والمؤكد ان الاجهزه الامنيه تعرف مكانه، لكن كما لكل جريمة حلقة مفقودة في لبنان تبقى الجدلية. عمر الأطرش متهم أم بريء؟ تهمة يدفعها الرجل عن نفسه فيما تصر الأجهزة الأمنية أنها تملك أدلة تدينه، والحقيقة ضائعة في انتظار جلائها في يوم من الأيام. وإلى إندونيسيا، حيث أعلن الطبيب الشرعي المرافق للوفد اللبناني فؤاد أيوب أن نتائج مطابقة فحوص الحمض النووي ستبدأ بالظهور اليوم، وذلك في مقابلة مع الزميلة نوال بري. بكره نحن ان شاء الله رح نكشف على كل شيء، عندنا البصمات الجينيه النوويه رح نتمم المقارنه، رح نعمل احتساب لنسب الامومه والابوه بحسب يعني بكره اجمالا رح بينبنى عنا
اورجانيجرام معين، مخطط معين، وبنبني ان شاء الله على شيء مختطف. كل شخص عنده مفقود انه يتوجه بكره لمكتب الحوادث بطرابلس تحتالي تتاخذ منه عينه، لانه الوضع حرج وبالتالي نحن بحاجه للعينات هذه وباسرع وقت ممكن. نعم. مواد متفجرة ضبطت في ساندويش في سجن رومي، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أصدرت بيانا أكدت فيه أنه خلال دخول أحد عناصر القوى الأمن الداخلي العاملين في سجن رومي المركزي للالتحاق بعمله ولدى تفتيشه في أو من قبل العناصر الملاجين حراسة السجن، ضبطت بحوزته 150 جراما من مادة الكاربور مخبأة في ساندويش. وبالتحقيق معه اعترف أنه كان يريد إدخال مادة الكاربور إلى السجين شرب الشليطة، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص. لا تزال التحقيقات مستمرة داخل سجن رومي لمعرفة تفاصيل وكيفية إدخال 150 جراما من المواد المتفجرة في ساندويش إلى السجين شرب الشليطة. وقد تم ضبط المواد المتفجرة عندما قامت عناصر القوى الأمنية بتفتيش الساندويش الذي وصل إلى الشليطة من خارج السجن. وبحسب السجناء فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مواد متفجرة في القسم باء في سجن رومي، حيث يتواجد موقفو فتح الإسلام. وقد تم استجواب شليطة من قبل التحقيق العسكري صقر صقر، وتم تفتيش زنزانته لمعرفة الطرف المقرر أن تذهب إليه هذه المتفجرات بعد شليطة، وما إذا كانت ستصل إلى موقفي فتح الإسلام. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه بعد استحداث معدات جديدة للتفتيش داخل سجن رومي، وفي خلال تفتيش أحد العناصر الأمنية لدى دخوله إلى السجن للالتحاق بعمله، ضبط داخل ساندويشته كمية من مادة الكربور كان ينقلها لشخص من آل شليطة. أفاد العنصر الأمني خلال التحقيقات معه أن شليطة طلب منه إحضار هذه المادة لاستعمالها لتسخين المياه، في حين أن هذه المادة ممكن أن تتحول إلى مادة متفجرة بعد معالجتها. يذكر أن شليطة عين من قبل السجناء شاويشا على القسم الذي يتواجد فيه وهو مسجون بتهمة قتل صديقه الشاب رولانش بير منذ أكثر من سنة، ورمى جثته قرب مستشفى سان لوي في جونيه. أشار المفتشون الدوليون التابعون للأمم المتحدة إلى تقدم مشجع نحو تفكيك الكيميائي السوري كما أعلنت الأمم المتحدة. وكان المفتشون قد بدأوا أولى مهماتهم الميدانية في سوريا بتأمين المواقع التي سيعملون فيها، والخلافات بين الفصائل المعارضة تتفاقم ومطالب بالاحتكام إلى المحاكم الشرعية. بناء على القرار الدولي رقم 2118 صادر عن مجلس الأمن بشأن جمع الأسلحة الكيميائية السورية تمهيدا لتدميرها، بدأ مفتشو الأمم المتحدة تأمين سلامة المواقع التي سيعملون فيها حسب ما ذكر بيان صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة نشرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأشار البيان أن البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة أنهت أول يوم عمل لها في عملية تهدف إلى تمكين سوريا من التخلص من برنامجها للأسلحة الكيميائية بحلول منتصف عام 2014. ويأتي ذلك في وقت أصدر مجلس الأمن الدولي بيانا بالإجماع طلب فيه من السلطات السورية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. يمكن فيها العساكر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ميدانيا ومع ارتفاع حدة التوتر والقتال بين الفصائل الإسلامية المقاتلة في سوريا لا سيما في منطقة أعزاز شمالي البلاد، أصدر عدد من جماعات المعارضة السورية الفاعلة بيانا دعوا فيه مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ولواء عاصفة الشمال إلى وقف الاقتتال، ودعا البيان الطرفين إلى نقل نزاعهما إلى المحكمة الشرعية في حلب، وطلب من داعش سحب قواتها ومعداتها إلى قواعدها الأساسية فورا، مشيرا إلى أن الدولة الإسلامية لا ترضى لنفسها أن تسفك دماء المسلمين أو تسارع إلى تكفيرهم. ووقع البيان قادة من أحرار الشام ولواء التوحيد وصقور الشام وجيش الإسلام. ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ناشطين في مدينة الرقة أن مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام حطموا تمثالا للخليفة العباسي هارون الرشيد بذريعة أن الإسلام يرفض الأصنام. الاقتتال هذا دفع تركيا إلى إغلاق المعبر الحدودي الواقع على بعد نحو 5 كيلومترات، ويمثل شريان حياة للمناطق الشمالية في سوريا التي تسيطر عليها المعارضة باعتباره منفذا لعبور اللاجئين ودخول الإمدادات الغذائية ومواد البناء.
وفي الشأن السوري صوت البرلمان التركي لصالح تمديد تفويض يسمح بإرسال قوات إلى سوريا عند الضرورة لمدة عام آخر، بعدما قالت الحكومة إن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من جانب قوات الرئيس السوري بشار الأسد هو تهديد لتركيا. من جهة ثانية، برز إعلان روسي يشير إلى أن نظام الرئيس السوري قد يبدأ مفاوضات مع العناصر المعتدلة في المعارضة المسلحة في مؤتمر السلام الدولي المقرر عقده في جنيف الشهر المقبل. ولم يستبعد وزير الخارجية سيرجي لافروف أن يكون للمعارضة تمثيل جيد في مؤتمر جنيف 2 إذا لم تكن متبنية لمواقف المتطرفين ولم تكن لديها أفكار إرهابية. تتابعون بعد الفاصل الجديد وجها لوجه مع المحكمة الدولية. أهلا بكم من جديد. المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستكمل الاستماع إلى إفادات الزملاء في قناة الجديد. استكمل وفد من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لليوم الثاني على التوالي استماعه إلى إفادات صحفيين ومسؤولين في قناة الجديد في التهمة الموجهة إلى القناة بتحقير المحكمة. وقد استمع صديق المحكمة ستيفان بورجون يعاونه محققان إلى رئيس قسم الأونلاين في المحطة الزميل إبراهيم تسوقي والزميل المصور حسن بزي كل على حدة. وعقدت جلسات الاستماع التي جرى تسجيلها بالصوت والصورة في فندق بادوفا في سن الفيل واستغرقت نحو 5 ساعات. مثل ما فهمنا من بالجلسة يعني أنه هذه المادة كان لازم يتوقف عرضها وأنه كان لازم يتم إزالتها عن الموقع الإلكتروني لقناة الجديد وعن كل وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بهذا الموقع. هذا كان مضمون الجلسة. كان عندهم أسئلة بهذا الخصوص يعني، وتحديدا عن تبليغات فيما يتعلق بعدم البث وبإزالة المادة عن الموقع الإلكتروني. وكانت المحكمة قد استمعت أمس إلى نائبة مديرة الأخبار في القناة كرم الخياط والزميل رامي الأمين للسبب عينه. وتحتفظ قناة الجديد بحقها في الادعاء على المحكمة الدولية بتهمة كم الحريات الإعلامية. مذكرة إلى المحكمة العسكرية من وكلاء الدفاع عن سميحة تطلب باستدعاء ميلاد كفوري بعد رفع الحصانة عنه واحتمال إخلاء سبيل. شهران قبل بدء محاكمة الوزير السابق ميشيل سماحة، فهل يفرج عن الرجل الأسبوع المقبل؟ سؤال يتردد صداه في الأوساط القضائية المتابعة بعد تقديم وكلاء الدفاع عن سماحة مذكرة تطلب استدعاء ميلاد كفوري كشاهد استنادا إلى قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة استجوابه، وهو ما أسقط عنه الحصانة الممنوحة له كمخبر أساسي في هذه القضية. هذه المذكرة تشمل أيضا طلب استماع إلى ضباط في فرع المعلومات تقدم به المحامي صخر الهاشم. المحكمة العسكرية هلا هي بتاخذ القرار بهذا الخصوص، وطلبنا منها تكليف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللي هي أصرحت علنا أنه هي راعيته وهي أمنت له الحماية وهي بتعرف محل إقامته. تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أحضار هذا الشاهد إلى المحكمة يوم الموافقة على طلب الاستماع له. في عدة مطالب أخرى تقدمنا فيها. شو المطالب؟ في مطالب تعيين خبراء للكشف على التسجيلات الصوتية والتسجيلات والصور والتثبت عما إذا كان صار في تلاعب بهذه التسجيلات أم لا. في مطالب أخرى. لكن العقدة الأساسية تكمن في إمكان رفض المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي طلب المحكمة العسكرية. في حال المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رفضت طلب المحكمة العسكرية بتكون عم تخالف قرار قضائي، وما بعتقد أنه اليوم في جهاز بالدولة بيقدر يخالف قرار صادر عن السلطة القضائية اللي هي أعلى سلطة، واللي أساساً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وكل الضابط العدلية تأتمر بقرارات قضائية. بس القضاء العسكري كمان تأتمر فيه قوى الأمن الداخلي؟ قوى الأمن الداخلي تأتمر بقرار القضاء بغض النظر إذا كان عسكري أو مدني. بناء على كل هذه المعطيات سيقدم وكلاء سماحة في مطلع الأسبوع المقبل طلب إخلاء سبيله في انتظار المحاكمة. سقوط قذائف من الجانب السوري على إخراج بلدة حكر جنين وقشلق ووادي الحور، ما أدى إلى إصابة منزل مسعود الأحمد الذي ناشد الجيش بالتدخل لحماية السكان. الوفاء للمقاومة تطالب بجلسة خاصة للحكومة لإقرار ما يلزم بملف النفط. والسفير الإيراني يقول الأمريكيون اشتاقوا لإيران. وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميل عنان زلزلي.
طالبت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها الأسبوعي القوى السياسية كافة بتحمل مسؤولية مراجعة حساباتها وفتح آفاق المصالحة لتأليف حكومة جامعة. تشدد الكتلة على أن مرفق النفط والغاز في لبنان وبفعل أخطاء سابقة ارتكبتها حكومة بتراء من جهة وتعطيل متعمد من قبل بعض أهل السلطة مات مهددا جديا بالقرصنة الإسرائيلية، فإن مصلحة البلاد العليا تقتضي وطنيا عقد جلسة خاصة لحكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار ما يلزم. التطورات في لبنان والمنطقة عرضها الرئيس إيميل لحود مع السفير الإيراني في لبنان غدان فاروق أبادي، الذي أكد عقب زيارة أن بلاده لن تتنازل عن مبادئها في إطار أي مستجدات على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن صمدنا حتى الآن 34 سنة حتى نؤكد بأننا لا يمكن أن نتنازل عن مبادئنا قيد أنملة، وهذه هي الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولين فيها الذين اشتاقوا إلى الاقتراب منا. عقد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور مؤتمرا صحفيا مشتركا مع سفير إيطاليا جوزيبي مورابيتو وسفيرة كندا هيلاري أدامز في حلول ممثلة البنك الدولي حنين السيد، أطلق فيه المرحلة الرابعة من برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع سفارتي إيطاليا وكندا والبنك الدولي. ما تواجه به الدولة اللبنانية اليوم في مسألة النازحين السوريين عند كل المسؤولين الدوليين المانحين ودول بيقولوا في تجارب غير مشجعة مع الدولة اللبنانية، ربما هن محقين بجانب، ولكن هذا دليل برنامج آخر مع البنك الدولي مع السفارة الإيطالية مع السفارة الكندية، السفيرين موجودين والبنك الدولي موجود. إذا كان هناك شائبة أو ملاحظة واحدة على تقليل طريقة تنفيذ هذا البرنامج لناحية المصداقية لناحية النزاهة لناحية الشفافية فليقل هذا الأمر. لم يفض اللقاء بين أهالي مخطوفي أعزاز ومستشار رئيس مجلس النواب أحمد بعلبكي في عين التين إلى أي نتيجة، وتحديدا في موضوع الموقوفين من أهالي المخطوفين في سجن رومي بملف خطف الطيارين التركيين. جربنا نستفسر منه عن متابعة ملف الموقوفين بسجن رومي، وعدنا خير، هو قال أنه مش تاركين الموضوع، أنه دولة الرئيس عم يتابع الموضوع مباشر. نفذ فوج المغاوير في منطقة نحل بعلبك بالاشتراك مع وحدات من لواء المشاة السادس وفوج المدفعية الثاني والقوات الجوية مناورة قتالية في مجال مهاجمة مجموعة معادية متحصنة في المنطقة المذكورة، وقد استخدمت خلال المناورة عمليات إنزال بالطوافات واستطلاع وتصوير من الجو، كما جرى تنفيذ رمايات بالطوافات ورجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة والأسلحة المتوسطة والخفيفة، إضافة إلى تفجير عبوات ناسفة. وتأتي هذه المناورة في إطار خطة التدريب النوعي التي وضعت قيادة الجيش للتأكد من جهوزية الوحدات واستعدادها للتدخل السريع في مختلف الظروف القتالية. باشر جيش العدو الإسرائيلي تنفيذ خططه الأمنية وتعزيز مواقعه الأمامية على الحدود الشمالية مع لبنان، لا سيما في محور الغجر المحتلة قبالة الوزاني لرصد التحركات في الجانب اللبناني. إلى ذلك خرقت قوات مشاة للعدو قوامها 4 جنود خط الانسحاب في مرتفعات جبل الشيخ، ولاحقت راعي ماشية من بلدة شبعة عبد الله محمد زهرة ولمسافة حوالي 300 متر داخل الأراضي اللبنانية المحررة من دون أن تتمكن هذه العناصر من اعتقاله. وقد أكد فريق دولي لبناني الخرق وتقرر تقديم شكوى عاجلة إلى الأمم المتحدة. نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية صيدا جولة ميدانية لممثلي وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة والإلكترونية إلى موقع جبل النفايات على ساحل المدينة الجنوبي لإطلاعهم على الآلية التي يتم اعتمادها في معالجة مكونات الجبل ومراحل العمل في مشروع إعادة تأهيل جبل النفايات في صيدا وتحويله إلى منتزه طبيعي الذي تنفذه شركتان لبنانية وفرنسية تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة البيئة والبلديات. بعد الفاصل، أزهار فلسطين تنبت في قنابل الغاز. أهلا من جديد.
أعلنت الشرطة في واشنطن أنها تمكنت من القبض على شخص أطلق النار خارج مبنى الكونغرس في العاصمة الأمريكية، فقتل امرأة وأصاب عددا من الأشخاص، أحدهم ضابط شرطة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، في حين قال مسؤول أمريكي هناك: أعتقد بأن أن تكون المرأة التي قتلت متورطة في إطلاق النار، وكانت تقود السيارة بداخلها طفل، حاولت في البداية اقتحام الحواجز الأمنية عند البيت الأبيض قبل أن تتجه صوب مبنى الكابيتول الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ. وكانت الشرطة قد فرضت طوقا حول المبنى، كما طالبت عبر مكبرات الصوت من الموظفين عدم مغادرة المبنى، وناشدت الجمهور عدم الاقتراب من موقع إطلاق النار. ويأتي هذا الحادث بعدما تسبب عدم الاتفاق على مشروع الموازنة في الكونغرس بإقفال الإدارات العامة في البلاد أبوابها جزئيا، ما أثار غضب الرأي العام الأمريكي. أكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أن شلل الميزانية لا يؤثر في المساعدات الإنسانية التي تقدمها واشنطن إلى المعارضة السورية. وقالت هارف أن الولايات المتحدة مستعدة لاستضافة لاجئين سوريين على أراضيها. وفي إطار متابعة أزمة شلل الميزانية الأمريكية، اجتماع بين الرئيس باراك أوباما وقادة الكونغرس. اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض لأول مرة منذ أن أجبرت أزمة الميزانية الحكومة الفيدرالية على إغلاق جزئي، لكن الاجتماع لم يأتي بجديد باتجاه حل الأزمة. وبعد الاجتماع المغلق الذي عقد في البيت الأبيض، قال رئيس مجلس النواب جون بوينر في بيان مقتضب جدا إن أوباما رفض التفاوض وما زال الانقسام مستمرا. الرئيس أكد مجددا أنه لن يتفاوض، كل ما نطالب به هنا هو أن نقاش وعدالة من أجل الشعب الأمريكي في إطار أوباما كير. وكان أوباما استدعى قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس إلى البيت الأبيض في اليوم الثاني للإغلاق الحكومي. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد بعد الاجتماع إن الخلاف ما زال مستمرا بشأن أوباما. نحن الديمقراطيون على استعداد لإجراء مناقشات بشأن الميزانية، بيد أن الجمهوريين لا يتزحزحون عن موقفهم. الجمهوريون يواصلون تحريك قوائم المرمى بشأن ما يريدونه من اتفاق الميزانية. وذكر البيت الأبيض بعد الاجتماع أن الرئيس أوضح للقادة أنه لن يتفاوض حول حاجة الكونغرس للتحرك لإعادة فتح الحكومة أو رفع سقف الدين، وقال أن أوباما أكد موقفه أثناء الاجتماع وضرورة أن يقدم مجلس النواب مشروع قانون تمويل حكومي نظيف. أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن إيطاليا أوقفت الربان التونسي للسفينة التي غرقت أمس قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، وعلى متنها حوالي 500 مهاجر غير شرعي. وقالت الوزارة في بيان إن السلطات الإيطالية أبلغت القنصلية التونسية في باليرمو أنه تم التحفظ على ربان المركب المذكور. وأعلنت وسائل إعلام إيطالية أنه تم انتشال 82 جثة مهاجر غير شرعي وإنقاذ نحو 150 آخرين. وقال ناجون أن المهاجرين هم من أريتريا والصومال، في حين رجح مسؤولون في الشرطة الإيطالية أن تكون السفينة أبحرت من ليبيا. وأوضحت رئيسة بلدية لامبيدوزا أن السفينة غرقت بعدما اشتعلت فيها النيران من جراء إضرام ركابها النار طلبا للنجدة إثر عطل فني. الحاجة صبحية تلقن العدو درسا في الإنسانية، زرعت في قنابل الموت ورد الحياة بعد خسارتها 2 من أبنائها بالقنابل نفسها. تقرير من الضفة للزميل نزار حبش. يزرعون الحياة في قنابل الموت التي يطلقها جنود العدو على منازل المواطنين الآمنة في قرية بلعين غرب رام الله المحتلة. فقدت الحاجة صبحية موسى العبد ابنها باسم عام 2009 بقنبلة في الصدر، وابنتها جواهر عام 2011 باختناق الغاز على أيدي قوات العدو. لم تقوى على حمل السلاح لأخذ الثأر، فقررت أن تقاوم بطريقة مختلفة. زرعت الحياة لتعلم العدو درسا في الأخلاق والإنسانية. زرعتنا هذا ذكرى، ذكرى استشهاد باسم يوم استشهد ضربوا بالقنبلة هذه. كون بلا هذه الكتلته لا بنام بليل بكيت ولا انا منهار، واعصابي تعبانه ونفسيتي تعبانه، وظل يعني اجابر في حالي مجابر اظل عيط.
الحاجة صبحية قامت بتجميع قنابل الموت وعرضتها في مؤتمر بلعين السنوي الذي ينظم كل عام لدعم ومساندة النضال الشعبي الفلسطيني بوجه العدو الصهيوني. المقاومة بكل أشكالها حق مشروع للشعوب المحتلة في مواجهة محتليها. لا يجوز أن تتوقف المقاومة للاحتلال ما دام الاحتلال قائما. وانتفضت القرية مع بدايات عام 2005 ضد إقامة جدار الفصل العنصري على أراضيها. في عام 2007 نجح أهالي القرية باستعادة 1000 دنم من الأراضي المصادرة من أصل ما يقارب 2300 دنم بعد نضال طويل في محاكم العدو وعلى الأرض راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى. باعتقادي أن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني اليوم للتغلب على الاحتلال والاستيطان، خاصة في ظل فشل المفاوضات التي تستعملها إسرائيل غطاء للتوسع الاستيطاني. وما زال أهالي القرية ينتفضون في مسيرات شعبية أسبوعية لغاية اللحظة أملا في تكنيس أرض الآباء والأجداد من جدرانهم واستيطانهم. أطلقوا عليهم القنابل لقتلهم فردوا عليهم بزراعتها بالحياة. 9 سنوات مريرة بليلها ونهرها قاومت قرية بلعين العدو بشتى الوسائل والأساليب حتى انتصرت ولو جزئيا على غطرسة العدو وممارساته العنصرية. من داخل قرية بلعين المحتلة قضى رام الله. نزار حبش، قناة الجديد. والآن نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الجمعة 24/1/2013 ونبدأ مع النهار. المفتشون أحرزوا تقدما مشجعا في سوريا. أوباما وبوتين قد يناقشان الأزمة الأسبوع المقبل. ميقاتي في نيويورك وموفد أممي إلى بيروت. الدعم الدولي للبنان يشتبك بالتعقيد السياسي. أشتون في زيارتها الثالثة لمصر في شهرين تدعو إلى إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية. ننتقل إلى السفير وفيها فتح الإسلام تخطط لفرار كبير على غرار العراق. دولة رومي تتحكم بأمن لبنان. أيضا في السفير تقدم مشجع في إزالة الكيميائي. ننتقل إلى عناوين الأخبار وفيها عيدية الحريري صرف موظفين. العشائر زينة بعلبك. أما في الأنوار استمرار تساقط القذائف السورية في عكار، لقاء ملك البحرين والسيسي في القاهرة، أوباما وبوتين يناقشان الأزمة السورية في القمة الآسيوية، الشرطة في واشنطن تقتل امرأة حاولت اقتحام حواجز البيت الأبيض. ننتقل إلى عناوين الديار وفيها ضباط من الجيش السوري الحر مروا بمطار بيروت وزاروا دمشق والتقوا مسؤولين. زيارة سليمان لنيويورك تنتج اجتماعات دولية لدعم لبنان وتسليح الجيش. إيطاليا ترأس اجتماعات دعم الجيش والأمم المتحدة ترأس اجتماعات اللاجئين. بصبوص يوضح كلامه التشاؤمي وخطة طرابلس جاهزة وتنتظر عودة ميقاتي. بري نهاية الأسبوع إلى جنيف وصعوبة تشكيل الحكومة تفرضها الشروط والظروف. أوباما يحذر من خطر الشلل الاقتصادي. تعطل مواقع إلكترونية مهمة بسبب أزمة الميزانية. وننتقل من الديار إلى المستقبل. بدء إجراءات ترحيل الناجين من غرق العبارة الإندونيسية. والبنك الدولي يتعهد لسليمان تسريع الدعم. صحناوي يخرق الحظر الدولي على النظام السوري. البرلمان التركي يمدد تفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى سوريا. الأمم المتحدة تلمس تقدما مشجعا في نزع الكيميائي. في عناوين صحيفة البناء لقاءات سرية خليجية إسرائيلية خشية من التقارب الأمريكي الإيراني. الجيش السوري يواصل تقدمه ويكبد الحر خسائر فادحة. ملف النفط إلى الواجهة. العدو يتحرك والدولة غائبة. حزب الله واجب وطني عقد جلسة خاصة للحكومة. في عناوين اللواء أندرسون تستطلع احتياجات لبنان وميقاتي يلتقيبان. من يعبث بعلاقات لبنان الخليجية؟ جريصاتي لاستدعاء سفير البحرين حول التهديد باغتيال نصر الله. لقاء أوباما مع الجمهوريين لم يوقف المهزلة. الخزانة الأمريكية تسديد الديون أو الكارثة. إنذار لداعش بإخلاء أعزاز فورا. في عناوين البلد لا حكومة ولا حوار وترقب لدعم ملف النازحين. نعم خارج السرب.
العسكري يعد إسرائيل أو يعد إسرائيل برصد أفعال إيران، الكونغرس في مرمى الرصاص. ننتقل إلى عناوين الجمهورية. أوباما دعا الجمهوريين إلى وقف المهزلة والشلل، والخزانة حذرت من أزمة أسوأ من 2008. لا جلسة نفطية لمجلس الوزراء. هكذا يتخذ بطاركة الموارنة قراراتهم. أما في عناوين الحياة، أكثر من 250 مفقودا معظمهم من الصومال وأريتريا، وروما تطالب بإنهاء رحلات اليأس والموت. مسلسل مآسي المهاجرين غير الشرعيين، مقتل نحو 130 بغرق مركبهم قبالة إيطاليا. الخرطوم تفريق وقفة احتجاجية واحتقالات ودعوة إلى مسيرات اليوم في جمعة الأحرار. الحرية تمسك بالائتلاف كسلطة مدنية تمثل الشعب. في ختام النشرة نذكر بأبرز العناوين. كان في النشرة إطلاق نار قرب مبنى الكونغرس في واشنطن. الجديد يقبض على عمر الأطرش. أنا عمر أحمد الأطرش من عرسال. نحن المتهمين بقضايا تفجيرات وقضايا قتل العسكريين وقتل بيت جعفر. دليفري إلى سجن رومي، ساندويش كاربور آيلة أن تتحول متفجرة. طبيب الوفد اللبناني إلى إندونيسيا للجديد. كل شخص عنده مفقود أنه يتوجه لمكتب الحوادث بطرابلس. الأمم المتحدة تقدم مشجع نحو تفكيك الكيميائي السوري. هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء عند 10:30.